اكتر لعمليه ربط الدوالي لانه بنسمع عنها كتير. الدوالي دي عبارة عن أوردة جايلها دم بالنفاع جامد فبتتمدد، ليها طاقة طبعا، لما بتتمدد ممكن تنفجر. إذن الأوردة دي 4 درجات، التمدد بتاعها 4 درجات، احنا بنشوفه بالمنظار واحنا داخلين. الدرجة الأولى دي بيبقى يدوب الوريد كده باين زي خط رفيع تحت الجدار الداخلي للمريء، ودي ما بتحتاجش علاج بس بتحتاج متابعة، لأنها لو زاد التمدد بتاعها بنربطها. الدرجة الثانية والثالثة بنربطهم، والدرجة الرابعة دي بيبقى بنقول عليها ستروبيري، يعني الوريد عامل زي الفراولاية المنتفخة الحمراء جدا، وده لازم ربطه بسرعة لأن على وشك الانفجار وعلى وشك إن المريض يرجع دم. تو ما بتتربط الأوعية الدموية دي المريض بيبقى في أمان، وطبعا بيتابع مع الطبيب بتاعه، بيتابع كل شهر أو كل شهر ونص، ويشوف إذا كان في تمدد أو ما فيش، والعلاج بيبقى سهل يعني.